بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السادة مشاهدي قناة المركز الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية، معكم صالح الطاهر المحامي بالنقد. النهاردة هنتكلم عن موضوع الطلاق على الإبراء. الطلاق على الإبراء حضرات السادة المشاهدين عندما يتفق الرجل والمرأة على إنهاء العلاقة بينهما، فإنهما يذهبان إلى المأذون الشرعي وتقول الزوجة لقد أبريتك أو أعفيتك من المتعة والمؤخر والعدة، ويقبل الزوج الطلاق على هذا. هذا الطلاق يعتبر طلاقا بائنا، ولا يجوز للزوج أن يراجع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين. بالنسبة لعدة المطلقة، عدة المطلقة إذا كانت من ذوي الحيض من تاريخ الطلاق يمر 3 حيضات كوامل حتى تنقضي عدتها. أما إذا لم تكن من ذوات الحيض فيمر من تاريخ طلاقها 3 أشهر حتى تنقضي عدتها، وإذا كانت من تاريخ الطلاق حاملا فتنقضي عدتها فور وضع حملها. أيضا حضرات السادة المشاهدين، بالنسبة لحق الإرث، هل المطلقة على الإبراء لها أن ترث طريقها بعد الوفاة؟ المطلقة على الإبراء هو طلاقها وقع بائنا، ولا يجوز لها أن ترث في طريقها بعد وفاته حتى ولو كانت في عدته. إذا كان هناك تعليقا أن تتركوه في التعليقات ونرد عليه سريعا. إحنا بنوعده بنعد حضراتكم إن إحنا نتكلم في مواضيع كثيرة أخرى ومتنوعة قد تهمكم. بنشكر حضراتكم لحسن الإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً.